تكنولوجيا المعلومات هو القطاع الأكثر نموا في مصر بواقع 16% أو 17% سنويا. القطاع ده كمان ساهم في الناتج القومي واللي ارتفع إلى 5%، عشان كده القطاع ده قادر على التصدير. عندنا تفاصيل كتير، خلينا نعرفها من الدكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا يا استاذه منى والاستاذ شرف. صباح النور يا فندم. صباح الفل. دكتور، بدايه ليه قطاع التكنولوجيا المعلومات هو من اكثر القطاعات نموا في مصر؟ الحقيقه في طبعا اسباب كثيره، ومن اهمها اهتمام القياده السياسيه بهذا القطاع، لأنه هذا القطاع هو محرك رئيسي للاقتصاد الكلي. يعني إحنا النهاردة طورنا في مصر حاجتين، البنية التحتية والبنية التحتية الرقمية. البنية التحتية الرقمية هو العالم كله بيتكلم فيها. منذ أن أطلق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة التحول الرقمي، حصل طفرة قوية جدا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كان أول حاجة أو أول محور إن استبدال جميع الكابلات النحاسية بالكابلات من الألياف الضوئية، وإطلاق القمر الصناعي طيبة واحد للاتصالات والإنترنت فائق السرعة عريض النطاق. وأول مرحلة دي أدت إلى زيادة سرعة الإنترنت من 5 ميجابت بير سكند إلى 63 ميجابت بير سكند، تضاعفت 13 ضعف. وهنا بدأنا فعلا بقى نحط مصر على الخريطة الرقمية، الناس تنظر لها. يعني النهاردة الشركات اللي جاية تستثمر، لو ما عنديش انترنت سريع مش هيجيلي. اللي جاية تستثمر في إنشاء مراكز معلومات أو في مراكز التعهيد أو في مراكز الكول سنترز، إذا ما عنديش هذه الطفرة في مجالات تكنولوجيا المعلومات مش هيجي. طيب، تاني محور عملناه إيه؟ أنا عايز أخلي مصر كلها رقمية طبقا لرؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. فعملنا إعادة هندسة للإجراءات والخدمات الحكومية، بدلا من أنها تجرى بواسطة نماذج ورقية وحولناها إلى تطبيقات رقمية، ودي خدت جهد كبير جدا من الحكومة. وحاليا عندنا أكثر من 170 خدمة رقمية المواطن بيحصل عليها، سواء في السجل المدني أو المرور أو المحاكم أو الشهر العقاري أو التموين وغيرها. لا. طب ده أدى إلى إيه؟ إن النهاردة بقى المواطن جزء من رفاهيته انه ما ينزلش يقف طوابير في اماكن، ياخد الخدمه من خلال تطبيقات موبايل او ياخد الخدمه من خلال اللابتوب او من اي وسيله رقميه، والاهم كمان بياخدها بسهوله ويسر و 24/7 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع. وكمان هذا الاجراء ادى الى القضاء على الرشوه والفساد وتطبيق منظومه الحوكمه الرقميه. المحور الثالث وهو من يعتبر الاهم، إن مصر دخلت في منظومة التكنولوجيا المالية الرقمية. بمعنى إيه؟ إحنا قبل كده ما كانش عندنا مدفوعات رقمية كتير، كنا كلنا بنستعمل الكاش في المشتريات والمدفوعات الحكومية. النهاردة الحكومة المصرية تعاون ما بين وزارة المالية والبنك المركزي والبنوك، عملوا أكتر من تطبيق وجهات للدفع الإلكتروني، سواء حكومية أو بتعاون مع القطاع الخاص، لدرجة ان كل المدفوعات اللي احنا بنعملها النهاردة سواء عن طريق التجارة الالكترونية او المدفوعات للحكومة نظير خدمات او نظير جمارك او نظير ضرائب كلها رقمية. السنة دي بس معالي وزير المالية اعلن ان تحصيلاته رقميا 2.5 تريليون جنيه. طيب، احنا حتى كافراد كمصريين عاديين بقينا نشتري اونلاين النهاردة، حتى ولو من سوبر ماركت، حتى ولو من مطعم. طب واحد يقول لي ده سهل، حياتنا في ايه؟ خلاص انا ما بقتش احمل كاش. واحنا عاوزين نوصل الى مستوى ان احنا مجتمع اقل اعتمادا على الكاش، دي نقطه مهمه جدا. طب اهم حاجه بقى ان احنا دخلنا في عصر التكنولوجيات الذكيه اللي تملكها الدول العظمى. حضرتك فاكر يا استاذه منى واستاذ شاذلي ان فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي من شهر تقريبا افتتح اكبر مركز معلومات حوسبه سحابيه حكوميه في العاصمه الاداريه الجديده. اولا الكلاود كومبيوتنج او الحوسبه السحابيه دي ما لا تملكها الا الدول العظمى، لان اسعارها غاليه، تكلفتها عاليه، تشغيلها عايز مهندسين وفنيين على اعلى مستوى. اذا احنا بدانا ندخل بقى في عصر التكنولوجيات الذكيه اللي بتطبق فعلا تطبيقات الثوره الصناعيه الرابعه، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات الضخمة، انترنت الأشياء وغيرها.
طب واحد يقول لي انا كمواطن بسيط هستفيد ايه؟ هقول له لا انت هتستفيد. انت النهارده في ازمه كورونا دول كتيره حوالينا وقفت المدارس والتعليم، احنا كنا طورنا الانترنت شغلنا الناس كلها اونلاين، سواء الناس الموظف كان بيشتغل اونلاين من بيته، الطالب كان بيشتغل اونلاين من بيته، حتى ولو في فترات انقطاع للانترنت، لكن بقى عندي انترنت يستوعب اكثر من 120 130 مواطن بيشتغل عليه. كل ده ادى في النهايه الى رفع مؤشرات مصر العالميه كثيره، احنا لما ارتفعنا في المدفوعات الرقميه بقى عندنا مؤشر الشمول المالي أكثر من 70%، احنا كنا صحيح يا دكتور، وده ساهم بشكل كبير جدا بحسب ما جاء في التقرير بارتفاع صادرات تكنولوجيا من 4 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار. كل الشكر لحضرتك دكتور عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي.